زي ما تعودنا بنتكلم دايما عن الدايت من غير حرمان. في الحلقه دي مع سوبر ماما هنعمل لك مكرونه بشاميل لايت شايلين منها الزبده والمكونات اللي سعراتها الحراريه عاليه ومدخرين خضار بنسبه اعلى بكتير عشان تستفيدي منها. وصفة المكرونة البشاميل اللايت. لو عايزة تعرفي اي وصفة الاكلة محرومة منها خلال الدايت سيبها لنا في الكومنتس على الفيديو ده.